أو القتل. قال إيه؟ عشان كان عاوز يطرده من المصنع. وما قالش عني حاجة؟ ولا كلمة. وطبعا شهادة كل اللي موجودين في الفيلا أكدت كل كلمة قالها، إن الواد ماجد كان لوحده جوه الفيلا. بس ده كان كده ممكن يلبسك قضية. واللي أنا مستغرب له إن كاميرات المراقبة اللي موجودة جوه الفيلا أكيد صورتك وأنت داخل بالواد. وطبعا قال لهم إن الكاميرات ما صورتش حاجة. بس أنا عاوز أفهم هو عمل كده ليه؟ عشان هو عايزني أبقى بره، مش عايزني أدخل السجن. ليه؟ أكيد بيحضر لي حاجة. ربنا يستر. اتفضل. إيه ده؟ ده ملف في كل حاجة عن حسن رشوان، من أول ما اتولد لحد نوع الأكل اللي بيدخلوه له جوه السجن. علشان كده أنت أحسن محامي في مصر. أمال. أنا مش مصدقة نفسي، مش مصدقة البجاحة اللي أنت فيها دي. جاي تقول إيه بعد ما سمعت كل حاجة بوداني؟ جاي طالب السماح. والله عايز أسامحك على إيه؟ على إنك كنت هتدخلني السجن؟ ولا إنك لفقت لي قضية مخدرات وكنت هتقضي على مستقبلي كله؟ لا، أنا هسامحك علشان كنت بتتجسس لي على جلساتي مع سمر. أنت مصدق نفسك؟ أنا عملت كل ده علشان بحبك. أنا مش مصدقك. أنت بجد مجنون. مجنون. مش محتاج أقولك طبعاً أنا مجنون بمين؟ مجنون بيكي. أظن ده واضح في كل كلمة وكل نظرة مني ليكي. أنا بس بشوف الحاجات غير ما الناس بتشوفها. عيني أوسع فبشوف الصورة كاملة. يعني مثلاً يوم خروج رحيم من السجن شفت إنك رجعتيها. شفتها أول ما سمعت الخبر. شفتها أول أنت ما عرفتي، شفتها في عينك. عشان كده قلت لازم أتصرف، لازم ألحق الإنسانة الوحيدة الوحيدة في الدنيا دي اللي ما أقدرش أعيش من غيرها. تقوم بلفاء لقضية مخدرات. عندك حق، أنا زودتها المرة دي، بس أنا عملت كل ده علشان بحبك. من كتر حب ليكي عايزك تبقى ليا أنا، مش لرحيم، مش لأي حد، ليا أنا بس. كان نفسي أشوف نفسي في عينيكي فارس الأحلام اللي بيحقق لك كل حاجة. بص لها كده من الناحية دي هتلاقي رومانسية خالص. أنت 100% مجنون. أنت سامع نفسك بتقول إيه؟ انت عايز تجنني؟ داليا، اعمل ايه علشان تحبيني؟ حتى في عز ما زفت رحيم كان في السجن كنت دايما بحس انك معاه هو مش معايا انا. انا داليا، انت عمرك ما هتحسي بعذاب بني ادم بيحب حد هو ما بيحبهوش. وأنا مش بس بحبك، أنا بعشقك. كنت دايما أقول لنفسي اصبر يا عمدة، اصبر، هتحبك، أكيد هتحبك في يوم من الأيام، اصبر. عماد، أنا النهاردة كنت عند المحامي ورفعت قضية خلع. لا، ما أنا مش هسمح لك ترجعي الرحيم تاني أبدا. ما أنا مش هرجع له. أنا مش لا أشوف وشك ولا أشوف وشه. أنا مش بتاعت حد. طيب، إيه رأيك تدينا فرصة نكمل حاجة؟ عماد، الكلام خلص. أنا مش عايزة أشوف وشك تاني. داليا، بس أنا مش هقدر أبطل أحبك. تبقى دي مشكلتك.
تبقي ما فهمتنيش يا داليا، تبقي ما فهمتنيش، علشان كده هتبقى مشكلتك انت. رحيم، نفسي هفتني على كوباية شاي ميري، قلت اجي اشربها معاك. ايه اللي جابك يا رحيم؟ اقول لك واحنا بنشرب الشاي، انت خلصت قصات الشقه دي ولا لسه؟ لو جاي عشان تعطل وقتي، باب الشقه لسه مفتوح، اطلع بره. متفهمنيش غلط، علشان افهمك صح. وعارف انك انت طول عمرك عادل ومالكش في الشمال. عايز يا رحيم؟ سبت الملف بتاعي ليه؟ وانت عرفت منين؟ داليا لما جات لك انت بنفسك قلت لها انك سبت الملف. معلومه زي دي ما تخرجش من عندك بالسهوله دي الا لو كان غرضك انها توصلني، مش كده برضه؟ هو ده اللي انت جاي عشانه؟ برضه ما جاوبتش على سؤالي. اسال حبايبك في الوزاره. للاسف كل حبايبي اللي في الوزاره لسه ما خرجوش من السجون. حلو، انت بقى خرجت ليه؟ هتصدقني لو قلت لك ان انا ما اعرفش. مش على الكلام ده رحيم. صدقني انا جاي لك عشان افهم. انا اصلا مش فاهم حاجه. حلو، ما تجيب اللي عندك وانا احط اللي عندي ونفهم سوا. ما ينفعش، مش انا اللي احط ايده في ايد واحد زيك. يا احمد باشا افهمني، العقل بيقول ان انا وانت عمرنا ما نكون في صف واحد، واللي بيحصل من يوم خروجي من السجن لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ملوش دعوه لا بعقل ولا بمنطق. علشان كده تعالى نقعد ونتكلم وتقول اللي عندك واقول اللي عندي، يمكن نفهم، ولما نفهم ارجعك السجن تاني. اهو مثلا. ايه؟ مش هنشرب الشاي بقى؟ عيني، انا عارفه ان هو زمانه شايط دلوقتي، بس انت لازم تهديه. فاهمه ان ده صعب، بس شغل شغل. اوكي يلا هكلمك تاني، باي باي. مشاكل في الشغل العادي. بقول لك ايه، انت كنت قايله ان انت بتاسسي مكتب لشركه اتصالات جديده في مصر، والشركه دي انا لما سالت عليها لقيتها قفلت، وانت عمرك ما كنت شغاله فيها. ده انت مذاكر قوي. اه، ما هو لازم اذاكر البلد اللي انا رايح فيها. معلوماتك صح. بص يا سيدي، انا عندي مكتب استشاري للهيومن ريسورسز. يعني ايه؟ يعني اي شركه عايزه تاسس او تفتح فرع جديد لشركتها، تمام، بتخاطب المكتب بتاعي، بيعمل لها هيكل اداري وبيعين لها الخبراء اللي هي عايزاهم في المجال اللي هي طالباه. والشركه اللي انا كنت شغاله فيها في المانيا بتعيد فتح فرعها هنا في مصر. بس هي دي كل الحكايه. فهمت؟ فهمت. ما قلتيش صحيح، عملت ايه في السفاره؟ الفيزا طلعت. وسكت. مبروك. معنى كده ان احنا في خلال يومين ثلاثه بالكتير قوي هنبقى في المانيا ان شاء الله. كويس. هو ايه ده اللي كويس؟ انا قلت انت هتبقى طاير من الفرح ومبسوط اكتر من كده. انا مبسوطه اهو. رحت فين؟ لا ده انا لسه هروح. هتروح فين؟ هودع الناس اللي بحبهم. كل اللي انت بتقوله ده يودي لسكه واحده، اللي ورا خروجك من السجن هو اللي عايز يوصل ل 700 مليون. انت شايف لها معنى تاني غير كده؟ مش انت بتقول ما تعرفش حاجه عن الفلوس ولا تعرف هي فين؟ اه. انا مش مصدقك. طب انا لو بكذب هاجي لك ليه؟ ما انا عارف انك انت سبت القضيه. هقول لك كل المعلومات دي ليه واكشف نفسي قدامك. كنت فضلت مخبيها اسهل بكتير من الكذب.
عشان انت متاكد ان انا هوصل لها كده كده. وبعدين ما تقنعنيش يعني ان واحد يعمل معاك كل ده لو ما كانش متاكد 100% انك انت اللي خد الفلوس. ده عمل اللي اكتر من كده مع التلات محاسبين اللي كانوا شغالين معايا، وطلع في الاخر معهمش حاجه. مش انت اتاكدت بنفسك لما مشيت وراهم؟ ممكن تكون انت اللي عملت كده عشان تداري على موضوع السرقه. هقتل ثلاثة وانا جوه السجن؟ على الاقل كنت حميت اهلي وفلوسي بدل السرقه اللي حصلت فيهم. انا زرت يونس عبد الحميد في السجن. يا حبيب قلبي الملك، امانه تسلم لي عليه لو شفته تاني. كل الناس بتحبك يا رحيم. دي نعمه من عند ربنا. بس هو بيقول اللي عمل كده مش حد من زباينك اللي قدام، ده حد وقعت المعلومه قدامه وعايز ياخد الفلوس لنفسه. والحد ده من عندكم؟ خدني على قد عقلي يا احمد بيه. واحد بيقول انه انتحر، والتاني خبطته عربيه، والتالت اختفى، وبعد ما اختفى لقوا في ايميلاته رسائل تهديد وورقه من الورق اللي اتسرق مني بعد ما اتسجنت. مين بقى اللي في ايده يحول جريمه قتل لحادثه انتحار؟ ومين كمان اللي في ايده يقبض عليا ويسجني في عز الوقت اللي سجون البلد فيه كانت مفتوحه على البحر؟ يوم ما اخرج تيجي لي رسائل تهديد على موبايلي كانها كانت خطه مرسومه من قبل ما اخرج. وانت جاي لنا بقى عشان ادور لك على الحد ده عندنا؟ انت ايه رايك؟ رايي انك جاي لي عشان تلهيني وانزل من على دماغك بعد كبسه السلاح. طول ما انت شايفني وحش كده يا احمد باشا عمرنا ما هنتقدم خطوه لقدام. عايزني اشوفك ازاي يا رحيم؟ انت راجل حرامي، سرقت فلوس البلد وهربتها بره. يا باشا انا كنت بنفذ طلبات اصحاب البلد. اصحاب البلد دول مين؟ اصحاب البلد هم اللي عايشين هنا وشقيوا وتعبوا وفي الاخر اتسرقوا. ويا باشا هم الناس اللي بيحكمونا دول جايين منين؟ نازلين علينا من السما؟ ما هم من الناس دي. يا باشا حوار غسيل الاموال ده موجود في العالم كله. عندك امريكا مثلا يوم ما احتلت العراق لقيت نفسها قدام فلوس متلتله وذهب وبترول، فحبت بقى انها تدخل الثروه دي جوه اقتصادها. بس ما ينفعش انها تاخد الحاجه دي وتحطها عندها كده على طول من غير لائحه ولا دستور. لازم الكلام ده يتم بشكل رسمي. ام عملت ايه؟ قالت لك اعمل اعمار العراق وانشر الديمقراطيه فيها. فجابت مستثمرين ورجال اعمال، والناس دي جابت مستشارين، والمستشارين دول جابوا خبراء شكلوا لجان، واللجان دي جابت خبراء، ومن هنا الفلوس اتغسلت والكل اتحين. ومعلومه يا باشا، لما تلاقي شغلانه كتروا فيها المستشارين والخبراء اعرف على طول ان فيها غسيل اموال. الفرق بيني وبين امريكا ايه بقى؟ ان انا ما كنتش بشتغل رسمي، عشان كده دخلت السجن. الله، واحد يدخل السجن بس اصبر. واضح يا معالي الباشا انك انت بتكرهني. بيقولوا ان المشاعر لما بتخش جوه الشغل بتبوظه، وخصوصا شغلنا. شغلنا؟ شغلنا. ما انا وانت بنشتغل في نفس السوق، احنا مكمل بعض يا باشا. انت من غيري مش هتلاقي شغل، وانا من غيرك هشتغل احسن صراحة. موضوع ماجد ده خلصان، مفيش فيه أي مشكلة. المشكلة دلوقتي في رحيم، تقريباً كده عرف كل حاجة. من الآخر أنا زهقت من الموضوع ده وعايزه يخلص خالص نهائي. ما أنا هذا أهو. أوكي. سلام. سلام.